كمان رح نعمل جمع والطرح على العداد بإضافة عمود المئات، وحنشوف انه هو نفس عملية الجمع والطرح مع عمود الأحاد او عمود العشرات، بس انه زاد عدد الخانات او الأعمدة اللي عم بيشتغل فيها. زاد عدد الأعمدة، ممكن يصير أصعب بالحل، بس إن شاء الله تعالى كله سهل عليكم. رح ناخد أمثلة للجمع بوجود المئات. 312 + 111 = 422. الجواب